وربما يأتي الحديث الآحادي ومتنه يقبله العقل وهذا لا إشكال فيه، ولكن قد يأتي في متنه ما يوهم ظاهره مخالفة العقل فهو أيضا لا بد أن يقبل التأويل، وبذلك لا نتسرع إلى رد الحديث ما دام له محمل من الصحة. فإذا الشرع إنما يأتي بمجوزات العقول بما يمكن في حكم العقل لا بما يناقض العقول. وقال بعض العلماء الكملي: احكم بوضع خبر إن ينجلي قد خالف المعقول أو منقولا ناقض وبين الأصول. السيوطي هنا في الألفية في هذين البيتين ينظم كلام ابن الجوزي، فخالف المعقول إذن يرد خالف لا ما استبعده العقل، واضح؟ فمثلا تأتي رواية فيها تقسيم لله سبحانه وتعالى، تشبيه لحد يعني التقزز، لا تقبل التأويل مثل هذه الروايات: رأيت ربي على صورة شاب أمرد، على له شعر جعد قطط، وعلى رأسه تاج، ويلبس حلة، وعلى كرسي، وأمامه بساط أحمر. استغفر الله العظيم، ليش ما يقبل التأويل؟ هذا باطل مردود، ولو صح إسناده لسنا عبادا للأسانيد. لكن يأتي مثلا رواية مثلا يعني تقبل تأويل: خلق الله آدم على صورته، روى الإمام الربيع وروى غيره من أئمة الحديث، فنحمل الصورة هنا بعود الضمير على آدم عليه السلام وآخر مذكور. لكن تأتي رواية مثلا: خلق الله آدم على صورة الرحمن، لا، أقول هذا الرواية باطلة، ما تقبل التأويل، مصادم. لكن تأتي رواية مثلا تستبعد فقط لأنها تصادم العقل مثل حديث الذبابة، بعض الناس يستسمج هذا يقول اتقزز ما أعرف كذا، قل له أنت هذا، ويقول تصادم العقل، قل أنت يا أخي يعني دلوع كما على عرف الناس، يعني أنت لا تحب ذلك، هذا شأنك، لكن هذا ما في مصادمة للعقل، العقل السليم لا يقول بمنع وقوع هذا، ما المشكل؟ ما المشكل في هذا عقلا؟ أنت لا تحب أن تفعل هذا، هذا شأنك، تريد أن تلقيه هذا شأنك. لكن يأتي الحديث ويأمر يعني بغمس الذبابة إذا وقعت في الإناء، لأن في أحد الجناحين داء وفي الآخر الشفاء، لا مانع. ويأتي العلم متأخرا ليثبت هذا الأمر كما أثبت شيخنا الشيخ راشد أبو صالح في كتاب مستقل، جزء مستقل في هذا، وتكلم بهذا يعني عن هذا الموضوع من نواحي متعددة، ورد فيه على ما يسمون بالعقلانيين، وكما يقول شيخنا الخليلي: الذين حرموا نعمة العقل، نسأل الله العافية، أو من تسمية الأشياء بأضدادها كما تقول العرب مفازة وهي مهلكة. فعلى كل حال لا عبرة بهذا، فهمتم هذا؟ ففرق بين ما يستبعده المرء وبين ما يحيله العقل، أي يقول هذا محال.